لما تشتري النودلز تأكد شو مكتوب بالمحتويات. إذا كان في كلمة لارد LARD هي الكلمة معناتها شحم الخنزير. النودلز هي سواء كانت أندومي أو ماركة تانية فيها محتوى دهون عالي جدا، وبالتالي بكل تأكيد تناولها بشكل كبير بيؤدي للسمنة وزيادة الوزن. وللعلم هي النودلز ما فيها بروتين نهائيا، ونظرا لأنه هي يتم إنتاجها لكي تعيش على رفوف السوبر ماركتات مدة طويلة، فهي معالجة كيميائيا بشكل كبير، فيها مركبات كيميائية كثيرة، وبسبب المواد الكيميائية الموجودة فيها بتسبب خطورة للإصابة بسرطان المعدة وأمراض بالقلب. والطحين يلي مصنوع منه النودلز هاي بيتم معالجته بشكل كبير من شان زيادة النكهة يلي بيعطيها، في منكهات صناعية طبعا، وهالعملية هي بتسحب كل الخير الموجود فيه وبتقضي على العناصر الغذائية الموجودة بهذا الطحين بسبب المعالجة الكيميائية الشديدة يلي تعرض لها. المواد الدهنية الموجودة بالنودلز إذا تم استهلاكها بشكل كبير ومتكرر بتؤدي لزيادة نسبة الكوليسترول بالجسم، وهذا بيحط الإنسان بريسك الإصابة بمرض السكري. وشيء هام جدا هو الزيت اللي بيستخدم بقلي الأندومي هاي أو النودلز. أكثر بلد بالعالم بيستهلك نودلز هو الصين، وسطيا 44 مليار وجبة نودلز يتم استهلاكها بالسنة بالصين. أنا زرت الصين مرة وكنت في مطعم وجبات سريعة وحطونا نودلز، يعني ريحة النودلز مستحيل أنت تقدر تاكل لأنه واضح أنه الزيت اللي مستخدمينه زيت ومكرر. وطبعا بيع زيت النباتي المكرر بالصين هو كثير عادي وشائع جدا، فأنت لما تشتري النودلز ما بتعرف إذا كان الزيت اللي استخدموه بالمعمل يلي بيتم انتاج النودلز فيه يا ترى زيت جديد او زيت مكرر. طبعا مو معنى الحكي انه اذا واحد اكل وجبة اندومي معناتها حيموت، لا، بس انه يحاول يخفف منها قدر الامكان، اي شيء بيزيد عن حده بيقلب لضده. الانسان لازم بكل الاحوال يخفف من الوجبات السريعة والوجبات اللي بتنشرها من السوبر ماركت وسريعة التحضير، ويعتمد على الطبخ البيتي النظيف اللي بيستخدم فيه خضروات وفواكه طازجة ومواد الإنسان عارفان مصدرها وين وعارفان إنها نظيفة وصحية. بالنهاية بتشكركم كتير على متابعة الفيديو، وإن شاء الله نشوف بعض قريبا بفيديو جديد.